السلام عليكم الناس الكل، معكم اليوم احمد كاف وكالعاده في فيديو جديد. وكلنا نسمعوا بالجي تي اكس 1080 تايتن اكس 1070، اما من الاخر الاكثريه فينا ما يقدرش يدفع الفلوس هكيا الكل في كارد جرافيك، خاطر السوم نتاعهم ممكن يمثل سوم نتاع بي سي كامل نتاع سيت اب كامل باش تشريه. دونك بصفه عامه نغزروا اللي كارت جرافيك اللي ارخص شويه. واليوم في الفيديو نتاع اليوم باش نحكيوا على كارت جرافيك اللي هي اقوى وحده في الرابور كاليتي بري من ناحيه السوم والبرفورمانس. اي نعم، اليوم باش نحكيوا على الجي تي اكس 1060. اليوم على الطاوله عندنا الام اي سي جي تي اكس 1060 ارمر او سي اديشن اللي تجي في سوم 749 دينار. بالنسبه للبواتيه نلقاو فيها شيء بخلاف الكارت، شويه اوراق والدرايفر كالعاده، والانبوكسينج اكسبيرينس ككل مش خايبه. بالنسبه للسبيكس، This thing rocks. جي تي اكس 1060 فيها 1280 كودا كورز و80 تكستشر يونتس. بالنسبه للريفرنس 1060 البيس كلوك يجي في 1506 ميجا هرتز ويوصل في البوست ل 1708 ميجا هرتز و120 وات بالنسبه للتي دي بي. اما الارمر او سي اديشن تجي ديجا اوفر كلوكت من المصنع. بالنسبه للبيس كلوك نلقاوها في 1545 ميجا هرتز، وبالنسبه للبوست يجي في 1759 ميجا هرتز. ونلاحظوا انه الجي تي اكس 1060 تجي في الوسط ما بين الجي تي اكس 990 والجي تي اكس 1070. زيدا نلاحظوا الفرق الكبير بين ال 1060 وال 960، يعني في جينيراسيون برك قداش نقزنا. بالحق اتس امبرسيف الفرق بين الباسكال اركيتكتشر والماكسويل اركيتكتشر القديم. بالنسبه للكارت في حد ذاتها البي سي بي نلقاوها الكل في النوار مات، فيها كاتر فاز نتاع كورا والفاز الاخرى نتاع الميموار. وبالنسبه للاليمونتاسيون نلقاو كونيكتور 6 بين اللي هي حاجه دلولة خاطر تي تي بي نتاع 120 وات، وهكا يخليو لك الاسباس باش توفر كلوكي على روحك شوي. بالنسبه للديمونسيون نتاع الكارت تجي الطول نتاعها في 25 سنتيمتر، يعني بريسك تنجم تحطها في اي بواتي تحب عليها، لي بواتي موديرن الكل وحتى دي بواتي القدم. بالنسبه للكولينج، ام اي سي استعملت الارمور كولينج واللي استعملوا فيه التوركس فانز نتاع ام اس اي واللي هما من احسن الفانز في المارشي، خاطرهم تري سيلونسيو ويعملوا اير فلو طياره برشا، يعني يخرج السخانه من الكارت جرافيك بفاسون ياسر طيار. اكثر ديتايلز على السيستم هذايا، ام اي سي استعملت 1 دبل لينث هيت بايبس اللي يعمل كونتاكت ديريكت مع جي بي 106 واللي هو القلب نتاع جي تي اكس 1060 اللي مصنوع بدقه 16 نانومتر نتاع الباسكال اركيتكتشر. بالنسبه للاي او، ام اي سي حاطه 2 بور اتش دي ام اي 2.0، 2 بور دي بي اي 1.4 ودي في اي هكاك يطيروا بها العين. توا جا الوقت باش نحكيو على البنش ماركس. دونك فما حاجه باش نقولها لكم، اول حاجه نوتي بيا اني ما عنديش مونيتور 4K، دونك باش نوصل البرفورمانس نتاع 4K وال 1440p ما نجمش نعملهم، ماكسيموم عندي الفول اتش دي هكا حد البنش ماركس نتاعي. ثاني حاجه الفيرسيون نتاع الكارت فيرسيون 6 جيجا ماهيش الفيرسيون 3 جيجا، ردوا بالكم راهو فما ديفيرونس معقوله ما بين لي دو كارت، ممكن ما بين 5 و 10 اف بي اس، معناها في الفرق بين لي دو كارت في البرفورمانس في كل جو، وفما خاطر فرق في الكلوك سبيدز والميموري سبيد وكل. دونك راهو صحيح اقل سوم، اما راهو فما فرق بين السيس و 3 جيجا صغير شويه. اون توكا يلا نبداو بنش ماركس. في بالي زايد نتكلم خاطر the results speak to themselves. الكارت بريسك فاتت 60 FPS في الليجي الكل في الالترا سيتينجز، وهذايا الكل والتيمس ما فاتوش حتى 68 ديجري سلسيوس. وفي الايدل كونديشنز، يعني الكارت جوست قاعدة في البيرو هكا جوست شوية جوجل كروم وفيس حكاية عادية، معناها الكارت ماهيش ان جيم، لي فونتيلو متاع الكارت الكل مطفين يعني في الزيرو ما يدوروش. الكارت تقعد في 40 و 45 دقري سلسيوس. بالحق تمبيراتور نتاع الكارت ياسر طياره، وما نعرفش اصلا معناها ام اس اي كيفاش وصلوا يعملوا التامبس هذوما بسيستم كيما هذايا، وهذا الكل حتى لي فونتيلو ما يدوروش. بالحق الارمر او سي قام بالواجب واكثر، خاطر مازال فما هيد روم باش توفر كلوكي، وديجا وصلت الكارت ل 2000 ميجا هرتز وستابل على الاخر. بالنسبه للريزلتس اللي شفتهم راهم على البي سي نتاع بلي 6700K، والكارت هي الام اس اي زي 170 اي جيمنج 5، واستعمل جوست البوست كلوك
في 1754 ميجا هرتز، يعني ما غير الاوفر كلوك نتاعي انا. حصلوا الام اس اي جي تي اكس 1060 ارمور او سي كارت ياسر طياره، ويا ما غير حتى نقاش اقوى كارت في الرابور كاليتي بري حتى لين انتستي جي تي اكس 1050 تي اي، وما غير حتى كلام تستحق الدام جود وورد. يوكي الولاد، كانت هذه الريفيو متاع الـ MSI GTX 1060 Armor OC Edition الفيرسيون 6 جيجا اللي نوك أكد عليها. ان توكا ان شاء الله عجبكم الفيديو، اذا كان عجبك حطنا لايك، اذا كان ما عجبكش حطنا ديسلايك، كومنت وشير وسبسكرايب. و thank you thank you thank you so much على 10K subscribers. بالحق ما نعرفش شو نقول لكم، اما ان شاء الله في اقرب وقت نعمل فيديو سبيسيال وكل. المهم thank you so much، ان شاء الله نتقابلوا مرة جاية في فيديو جديد. تشاو.